اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اللاعب عبد الله بكر خالد العتيبي، لاعب نادي الجاره تحت 15 سنه، العب رياضه كره القدم. بديت بعام 2018 لما دخلت نادي الجاره في البراعم. اخوي الكبير شجعني اني ادخل رياضه كره القدم، خصوصا نادي الجاره. ما اتجهت لاي لعبه اخرى غير كره القدم، هي اللي شدتني الاكثر لانها لعبه جماعيه ما تعتمد على الفرد الحالة. أفضل مباراة لعبتها في العام اللي طاف ضد نادي برقان، شجعني ربعي على الأداء اللي قدمته في المباراة. المباراة إن كنا متأخرين في النتيجة والفريق من الشوط الثاني صحى وقدرنا نعيد النتيجة. المركز اللي كنت ألعب فيه كنت ألعب جناح يمين، لكن الكابتن كان له رأي آخر ورجعني باك يمين. كنت حاب إني ألعب لاعب نص. المعسكر هو تغيير جو، يعني ملاعب أخرى وغير عن دولة الكويت. كنت أتمنى إني أروح بس للأسف ما رحت أي معسكر. كلهم يعني زينين، بس خصوصاً اللاعب فيصل عبد الله المطيري، يعني لما يستلم الكرة يعني تحس ارتاح له، يعني شلون يوجه شلون يلف يغير لعب. لاعب حيل ارتاح لو فاهمني داخل الملعب. دور المدرب شيء اساسي داخل الملعب، يوجهنا شلون نتحرك، اذا كان في لاعب ما نشوفه هو اللي يقول لنا. بعض المرات يعني اذا كان عندنا اخطاء بين الشوطين هو اللي يعلمنا. المشرف طبعا يحذرنا بالانذارات، يحذرنا من ما نسولف مع الحكم، يعني لا دور كبير بعد نفس المدرب. أول شيء أسلم على ربعي وأدخل داخل الملعب أسخن، بعد أبدأ بالتمارين، وما في شيء صعب بالتمارين، ما في شيء صعب بالتمارين، التمارين كلها سهلة إن شاء الله، بس لازم أكون مركز وفاهم التمرين عدل عشان ما أخطي فيه. التحضير يكون لازم قبلها بيوم اني اكون مركز وهدفي كله الفوز، وشلون انام عدل واكل عدل، واكون مساعد فريقي بالمباراه، شلون اكون مساعد فريقي. طموحي كلاعب اني اوصل للفريق اول نادي الجهره وامثل منتخب الكويت. استفدت انها اللعبه لعب جماعي، واليد الواحده مثل ما يقول لك اليد الواحده ما تصفق، لازم يدين. لعبة جماعية، لعبة ممتعة، لعبة يعني تطلعك على الحياة، يعني لعبة حيل زينة، حيل ممتعة. ما أصبت بإصابة يعني طولت فيها الفترة، بس يعني إصابات خفيفة وظروف خفيفة، وأبلغ الإداريين وأرجع إن شاء الله الملاعب. أول شيء أركز على اللاعب اللي يلعب فيه بمركزي، وأشوف شلون يعني أتعلم منه الإيجابيات، أتعلم منه بعض الأخطاء اللي أنا مو فاهمها عدل.
واركز فيه هو خصوصا. اول شيء يعني ما في لاعب يدخل المباراه هدف الفوز يكون متوتر، طبعا يعني اللاعب فيه توتر شوي، بس انه من يدخل بجو المباراه خلاص يتخلص من التوتر. اي نعم، في بداياتي كان عندي نقاط ضعف ولكن الحمد لله تغلبت عليها. قدوتي في داخل في هذه اللعبه داخل الكويت اللاعب بدر مطوع، وخارجا اللاعب كريستيانو رونالدو. دراسة شيء مهم جدا، يعني مستحيل اني اجهله، وهم يعني طموح اني لازم اكون مهتم فيه عشان اقدر اطوره بمرور السنين. بس الدراسة يعني عندي وقت لها وعندي وقت للنادي، يعني اخلص تمريني ارجع اتسبح واروح اذاكر، بعدين انام واروح المدرسة. لازم اول شيء انك تكون واثق من نفسك وما تتوتر، ولازم تسمع كلام الاداريين والكباتن، كلش ما تتوتر داخل الملعب. كلهم الحمد لله شجعوني، بس خصوصا اخوي الكبير وابوي الله يطول بعمره. احتاج ملاعب واحتاج الغذاء الزين واحتاج النوم وبس. هي الرياضات كلها زينه ومفيده للجسم، بس كره القدم لاني حيل حبيتها انصح اخواني انهم يجون لرياضه كره القدم، لانها لعبه جماعيه ولعبه ممتعه جدا.